السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلاب الصف الثاني الثانوي بثانوية الإمام الشافعي، معا في لقاء اليوم لمراجعة درس الطاقة والشغل، وده أول درس في الفصل الثالث. طاقة الجسم الساقط تتوقف على الارتفاع الذي سقط منه هذا الجسم، وكتلة الجسم، وتسارع الجاذبية الأرضية في هذا المكان. استنتاج نظرية الشغل والطاقة: القوة تؤثر على الجسم فتحركه مسافة أفقية. إذن القوة بذلت شغل. من المعادلة الثانية للحركة بتسارع منتظم استنتج ان الشغل بيساوي التغير في طاقة حركة الجسم. يبقى نظرية الشغل والطاقة أن الشغل المبذول يساوي التغير في طاقة حركة الجسم. الشغل أصلا يساوي حاصل ضرب القوة المؤثرة في الجسم في الإزاحة المقطوعة في نفس اتجاه حركة الجسم. وحدة قياس الشغل هي الجول. الشغل يكون موجب أو سالب. يكون موجب إذا كانت القوة في نفس اتجاه الحركة، وتكون سالبة إذا كانت القوة في عكس اتجاه الحركة، مثل قوة الاحتكاك. الشغل المبذول بفعل قوة الاحتكاك سالب. الشغل المبذول بواسطة قوة الفرامل سالب. الشغل المبذول بواسطة موتور السيارة موجب. الطاقة الحركية، الطاقة الحركية هي طاقة يكتسبها الجسم بسبب حركته. هي طاقة يكتسبها الجسم بسبب حركته. وتساوي حاصل ضرب كتلة الجسم نص كتلة الجسم في مربع السرعة. وتقاس طاقة الحركة بوحدة الجول، وتتوقف على كتلة الجسم ومربع السرعة بعلاقة طردية. وإلى لقاء آخر.